للمزيد من المتابعة عبر الهاتف ينضم إلينا السيد علي السيد الكاتب الصحفي. أستاذ علي أرحب بك إذا معنا في هذه النشرة. وسبع سنوات من الإنجازات، سبع سنوات وكأننا نبني فيها جمهورية جديدة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن كلمة بناء أسألك هنا عن أكبر قطاعات التي حدث فيها إنجازات كبيرة على أرض الواقع، القضاء على العشوائيات والطرق. أستاذ علي تفضل. مساء الخير على حضرتك، مساء الخير على السادة المشاهدين. استسمح حضرتك في البداية، الحقيقة أنه يعني حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يقاس فقط بحجم الإنجازات الملموسة والعظيمة، لكنه يقاس بحجم التحولات الجذرية والتغيرات التاريخية التي حدثت في مصر. مصر كان يراد لها أن تولي وجهها نحو التبعية والرجعية والتخلف، فذهبت إلى التقدم والقيادة والنضج. في هذا الإطار يمكن أن نقيم التجربة، يمكن أن نقيم تجربة الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس نجح في إحداث نقلة نوعية إلى بطل قومي قاد أمته نحو التقدم بفضل أنه خلصها من أن تكون تابعة وحولها إلى دولة قائدة في الإقليم ورائدة في الإقليم. ولذلك التعامل مع هذه المسألة ينبغي أن ينطلق من فكرة إنقاذ مصر. بالتأكيد مصر حققت في ملف الصحة على سبيل المثال ما لم تحققه في أكثر من 40 عام. ما حققته في التعليم خلال السنوات الأخيرة لم يحدث طوال 30 أو 40 سنة ماضية. صحيح. انظري إلى كم الجامعات الذي جرى افتتاحه في مصر في الآونة الأخيرة وفي العام السابق على وجه التحديد وفي العام الحالي إن شاء الله. هناك نقلة دائما وأبدا، التقدم يرتبط بملف التعليم وملف الصحة. هذان الملفان استطاعت مصر أن تحدث فيهما نقلة نوعية. بقية الملفات لننظر إلى البشر، البني آدمين، حق الإنسان في السكن الآدمي، كيف يعيش إنسان في منطقة خطرة. قبل رؤساء وقبل حكومات وقبلت إدارات أن يعيش إنسان مصري في مناطق خطر، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض ولم يقبل، ونقل هؤلاء الذين عاشوا في المناطق الخطرة إلى مناطق إنسانية، إلى مناطق آدمية، إلى مناطق راقية. صحيح. هذا واحد من الملفات المهمة. نعم صحيح. يعني دعني أستثمر ما تبقى لي معك من وقت أستاذ علي. الحقيقة أنه منذ سبع سنوات كانت التحديات الخارجية لمصر الحقيقة كبيرة ومعلومة للجميع. الآن بعد سبع سنوات من حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أو توليه مسؤولية جمهورية مصر العربية، كيف تغيرت السياسة الخارجية لمصر ورؤية العالم لمصر سيد علي؟ هذا سؤال مهم وعظيم. الحقيقة ما وصلت إليه مصر لم يكن أهم وأقوى الباحثين في العالم يتوقع. مصر كانت حتى 2013 دولة تابعة ويراد لها أن تظل تابعة. مصر الآن دولة قائدة سواء في الإقليم أو حتى في العالم. مصر العنصر الأول في استقرار المنطقة والعنصر الأول في استقرار بلدان المنطقة، وهي أكثر البلاد التي برزت كدولة قادرة على حل النزاعات الإقليمية الخطرة، وفي مقدمتها ما رأيناه في ليبيا ثم ما رأيناه في فلسطين. مصر تحولت سياستها الخارجية إلى دولة لديها مفاتيح لكافة ملفات المنطقة، تستطيع حسم وحل أي قضايا بفضل الرؤية يعني الحقيقة المدروسة لدى القائد الرئيس عبد الفتاح. نعم. كوننا كنا نتحدث عن فعاليات المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية أستاذ علي، دعني أسألك أيضا عن تغير الوجهة الاقتصادية لمصر وعودتها، دعني أقول، لريادتها الإفريقية مرة أخرى في هذا الوقت، سواء كان على الناحية السياسية أو الاقتصادية. اقتصاديا مصر في 2013 لم تكن تمتلك في احتياطيها النقدي دولار واحد، انما كان كله الحقيقه سلف، ونتذكر القروض اللي كانت جايه من تركيا ومن قطر. الان مصر لديها احتياطي نقدي قوي تمتلك،
من الحقيقه مجهودها ومن عرقها ومن تعبها. مصر استطاعت في اخطر جائحه حصلت للعالم كله ان تصمد رغم غياب يعني الدخل القومي الاول وهو السياحه. الحقيقه مصر في فتره رئاستها للاتحاد الافريقي قدمت مشروعات واطروحات وافكار للقاره الافريقيه لم تحدث من قبل. صحيح. وللاسف الشديد عندما تولت دول اخرى بعد ما تحدث عن جنوب افريقيا معظم هذه المشروعات تعثرت، معظم هذه الافكار تعثرت. مصر قدمت في عام واحد لافريقيا وللاتحاد الافريقي ما لم تقدمه اي دوله منذ فتره التحرر من الاستعمار في القاره. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي السيد الكاتب الصحفي، كنت ضيفي عبر الهاتف في هذه النشرة، شكرا جزيلا لك.